أنت مهدي إلى الصراط، أنت فيه هذا الصراط المستقيم. متى؟ عندما تتلو القرآن، عندما تصلي. لكنه في غير ذلك الحين كيف يكون شأنك؟ هل أنت أيضا ما تزال على ذلك الصراط المستقيم؟ لذلك دلنا ربنا إلى أن نستهديه الصراط المستقيم في كل لحظة، لأنك في كل لحظة محتاج إلى هداية ربك إلى الصراط المستقيم. وإذا لم يوفقك ربك إليه، إذا لم يدلك عليه ولم يوفقك إليه لأن تثبت عليه، لأن تستزيد منه، لأن تتبصر فيه، ضللت وزللت وذهبت بك الرياح. ألستم تعلمون ناسا، أنا أعلم ناسا كانوا في الصراط فتركبوا عنه ذات اليمين وذات الشمال. كنت أعرف أن رجلا يضرب باستقامته المثل، تراه يزاحم الناس في المساجد بالمناكب، في حلق العلم بالركب، في السفر، في الغادي، الفقير فلاني، الشيخ فلاني، العالم فلاني، يضرب به المثل. إذا قيل فلان قلت ما شاء الله. ثم في يوم من الأيام نسب الهداية إلى نفسه، نسب ما هو فيه من نعمة الله عليه إلى نفسه، فوكله ربه إلى نفسه. فبعد أن كان يزاحم المرضيين في مواطن الرضا، صرت تراه يزاحم المسخوطين في موطن السخط. كم رأينا واحد ممن كان يسابق في مسابقات القرآن، فإذا به يسابق في مسابقات الغناء، أليس هذا تنكبا عن الصراط المستقيم؟ هذا الدعاء يحتاجه كل حريص على نجاة مهجته يوم القيامة. كانوا يقولون إذا وضعت رجلا في الجنة فلا تأمن، لعلك لا تدخلها، قد كان آدم فيها رجلاه فيها وخرج منها. كم من الناس تنكب الصراط المستقيم من أجل امرأة، كم من الناس تنكب الصراط المستقيم من أجل وظيفة، كم من الناس تنكب الصراط المستقيم من أجل لعاعة من الدنيا تكون على طرف اللسان لا يبالها الناس باله، يقذفها الإنسان من لسانه هكذا، يباع لها الصراط المستقيم. فلهذا دلنا ربنا على هذا، أن نسأله أن يبقينا فيه. نسأل الله سبحانه ألا نزغ عن الصراط طرفة عين حتى يقبضنا إليه. ثم هناك ملحظ آخر أيضا، عندما يأمرنا ربنا إلى تكرار هذا الدعاء، أنتم تعلمون أقل المسلمين تكرارا لهدينا الصراط المستقيم، أقلهم تكرارا لها في يومه يقولها 11 مرة إذا كان مسافرا، و17 مرة إذا كان مقيما، أقلهم ذكرا لها. لماذا؟ لذلك الذي ذكرناه. وأيضا عندنا ملحظ آخر، أنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، أنت تسأل الصراط المستقيم الهداية إلى الصراط المستقيم بكماله بتمامه، أن تكون على الصراط المستقيم يعني في الاستقامة التامة. هذه من هو فيها؟ من يزعم أنه طيع مذلل لربه حيثما أراده وجده وحيثما نهاه فقده؟ من يزعم هذا؟ من يزعم أنه على الصراط المستقيم كما ينبغي؟ لا أحد. وأنت هذا الذي تسألون، هذا الذي تريده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا ولن تحيطوا بخصال الاستقامة كلها، النقص لازم لكم سترونه في أنفسكم. فلذلك ها هو النقص فيها، ها أنا أراه، ها أنا دائما ألح على الله، ألهاج بالدعاء إلى الله أن يهديني إلى الصراط المستقيم، لعل تأتيني ساعتي وقد هداني ربي إلى صراط مستقيم. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.